Bismillahi velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Uluvul himme. İstikra'ina linususil kitabı ve sünna. Yetebeyyenu lana ala vecihil kat'i vel yakin. Ennel Kur'an ve sünna yeğrisani fina uluvul himme. Ve min emthileti zelike ma kala Rabbuna Azze ve Cel ve sari'u ila mağfireti min Rabbikum ila ahiril ayah ve kavla subhane ve teala fi suratil Bakara fil ayah 148 fastebikul khayrat ve tekerratil ayah bisigati nefsiha fi suratil Maida el ayah 48 fastebikul khayrat ve nebi aleyhissalatu vesselam في أحاديث تطرى يقول لنا مثلا فيما يتعلق برمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي العشر الأواخر من رمضان قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان أي يقصد ليلة القدر وفضلها عظيم وأجرها وفير كل هذه الآيات والأحاديث تدعونا إلى علو الهمة رحم الله ابن الجوزي صاحب صيد الخاطر من المسائل التي عالجها بعمق في كتابه المذكور صيد الخاطر علو الهمة فذكر مثلا في الصفحة 17 علو الهمة ثم حدثنا عن علو الهمم لأن صاحب الهمة يعدي غيره فهذه الهمة تنتقل من شخص إلى آخر لذلك جاء العنوان الثاني علو الهمم بعدما حدثنا عن علو الهمة وفي الأخير حدثنا نحو ترشيد الهمم نحو ترشيد الهمم لأن هذه الهمم تحتاج إلى ترشيد من أجل تحقيق المقاصد والغايات من أجل الإبداع من أجل الإتقان من أجل الإكثار من الخيرات يثمثنا استمثين من وغال سوى ربي سوى النبي عليه الصلاة والسلام أن أغتوليها ربي ذا النبي صلى الله عليه وسلم باش فناد ما يسعو العزيمة يسعو الإرادة يسعو النية يسعو الجهد يسعو القوة يسعو الطموح يسعو الهمة دائما أذي خدم أما الدونيث أما إلى خرف أما الدونيث أذي خدم أذي عمر الدونيثيس إلا قد سيعمر كل يوم داي زمر كل يوم لا شو الشغليس وذي الفلاح وذي التجارة وذي الفني وذي القراية وأكن مالان كل يوم أن داي زمر ذي ينفع هذه سعو همة عالية ذلك كذلك الأمور الأخر أي شو الدم الأخر تظلي في العبادات ذي الخير ذي الطاعات القربات ربي سبحانه إن فاستبقوا الخيرات تمزي الزلف هذا مزلزل مثلا غير الخير أما في النبي عليه الصلاة والسلام ذي كثور ذي رمضان إني يغد ونار يزم رمضان إيمان واحتسابا رب سيعفو كذا إني يزور ذي ذنوبين ذي مزورة ذنوبين سي مزورة وكذلك ذي ليلة القدر وذي نار من المين إن دفل تمسوها في العشر الأواخر من رمضان إلى وندا إن في الويتري المعنى يستة ليلة 21 نغل 23 25 27 29 النبي عليه الصلاة والسلام لم يعين ليلة القدر ولم يحددها لماذا؟ لنجتهد جميعا في تحصيلها ومن وافقها ينال ذلك الفضل العظيم إذا نسأل الله عز وجل أن تكون لدينا جميعا همم عالية تدفعنا نحو العمل الإنتاج إلى الإبداع إلى الإكثار من الخيرات والبركات والأعمال الصالحات كما قال ربنا عز وجل في سورة التوبة في الآية 105 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون والسلام عليكم ورحمة الله.